بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، منظومة الجواهر الحسان وعصمة الإخوان من فتن آخر الزمان، نظم الفقير إلى عفو ربه صالح بن أحمد ابن محمد الزهراني. يا معشر الإخوان يا أهل النهى، هذه نصيحة صادق النعوان، ألفتها نظما ليسهل حفظها للراغبين لها من الإخوان. فيها من الشعر الحكيم نصائح تهدي لنهج الحق والإيمان. إني أبو عبد السلام أخوكم في الله والإسلام والإيمان. أوصيكم فيها بأن تتمسكوا بالسنة الغراء والقرآن، فهما النجاة لمن تمسك فيهما من شر فتنة آخر الأزمان. فلقد أتتنا فتنة شبهاتها تدعو الحليم بموقف الحيران، فتن تموج بشرها وفسادها كالبحر حين يهيج بالفيضان. بدأت بكل مدينة بفسادها وتطايرت في سائر الأوطان، بل قد ترقى شرها وفسادها في الجو سابحة مع الطيران. وأساسها فتن ثلاث حبها يعمي عن الإسلام والإيمان، شك وشبهات وشهوات بها قد شارك الإنسان للحيوان. عرضت على جمع القلوب فوقعها كحصير عود فوق ذي عيدان. قسم من الناس سرت لقلوبهم فعلت عليها ظلمة مران، فتنكست كالكوز مكبوبا فلا تمييز بين العوف والنكران. هذا وقسم أنكروها جمرة لرسوخهم في العلم والإيمان. قسما لقد ظهر الفساد حقيقة في البر والبحر بلا نكران، من شؤم أعمال العباد وكسبهم للظلم والآثام والعدوان. مصداق ما في سورة الروم التي فيها بيان النص والبرهان. هذا هو الزمن الذي بفساده قد أخبر المعصوم من عدنان. صرنا إلى شر القرون بأسرها حاشا دعاة الدين والإيمان. ساد المناصب والأمور شرارهم وخيارهم غرباء في الأوطان، وكذا الإماء ولدن سادات الورى وتطاول الرعيان في البنيان. مصداق هذا ما رواه مسلم أبو الحسين العالم الرباني، وكذا أحاديث من السنن التي وردت عن المبعوث بالقرآن. فإذا رأيت الأمر أضحى هكذا فاهرب بدينك شافع البلدان. فخيار ما للمرء قطعة ماعز ينهى بها في شمخ الأسنان. حفظا لدين المرء من مدنية وفساد أهل الفسق والطغيان. إذ حل بالإسلام أعظم غربة في عصرنا كأوائل الأزمان، وأمله غرباء في أوطانهم حتى مع الأهلين والجيران. ما بعد ذا إلا قيام الساعة فشروطها وقعت بلا حسبان، ويعد من أشراط يوم الساعة طغيان ساء زماننا الفتان. وظهور أصحاب المعاصي بلا حياء وفساد نشأ الجيل والشبان. ومخالف هذا لذاك عقيدة وتباينا في الدين والإيمان. هذا مثال واحد في شأنهم يعطيك برهانا عظيم الشان. كم عالم يعلو المنابر واعظا والإذن منحرف عن الإيمان. هذان كثرة مغريات أجلبت من عابد الصلبان والنيران. شرقية غربية مستورة بلباس زور خادع فتان. بثت سموم الشر في أبنائنا بل سائر الفتيات والنسوان. هذا هو الغزو الذي بفساده
مسخ العقائد من بني الإنسان فقضى على خلق الحياء وحسنه حتى غدا الإنسان كالشيطان وإذا تناست أمة أخلقا ذلت وعاشت عيشة الحيوان هذا هو التخطيط من أعدائنا بثوا في الأقطار والبلدان مسخوا علوم الدين من أنواره بعلوم عصر حضارة فتان فاستخرجوا الأبكار من صدر الحياة وإلى سفور كاشف الأبدان من جانب التعليم قد دخلوا لها حتى يوافوها بكل مكان قالوا لها التعليم فرض واجب حتى ولو بالصين لا تتواني قصدا لإفساد البيوت وأهلها من أجل أن يقضوا على الأديان قد خططوا أيضا لكل معلم نوع الفساد لسائر الصبيان فترى المعلم حالقا ومدخنا جهرا يعادي سنة العدنان بل تاركا لصلاته وصيامه بل خاليا من مقتضى الإيمان ومعلمات زماننا أيضا فقل لا شكهن حبائل الشيطان يستشرف اللائي خبثن مناظرا حتى يقود بهن كل جبان أضحى يزخرفهن نوع ملابس في شكل عري فاضح فتان وملابس أخرى تحدد جسمها في وصف تفصيل على الأبدان هذه صفات معلمات في زماننا قلدنا غربيين شيد الشان فاحذر على الفتيات من تعليم ما يودي بهن مزالق الكفران فينلن في الدنيا فضيحة عالها ويذقن في العقبال والنيران هذا ولو بالغت لست محرما تعليم شرع نبينا العدنان لكن على نهج الكتاب وحكمه يذكرن ما يتلى من القرآن أو سنة مرفوعة لنبينا صحت بلا شك ولا نكران وكذا أصول الدين فرض علمها ليست كفائي بل على الأعيان وكذا الصلاة شروطها وأدابها حتى تؤدى دون ما نقصان وكذا حقوق الزوج فرض علمها لمعاشر الفتيات والنسوان حتى يقمن بكل حق واجب للزوج والتأديب للصبيان هذا هو الحق الذي من أجله تتعلم العذراء كل زمان ليست علوم خلاعة عصرية حتى تجيد الخط للأقدان أما شباب زماننا فكثيرهم مرقوا من الإسلام والإيمان تركوا الصلاة وضيعوا أوقاتها هدموا عمود الدين والأركان هذا ومن ترك الصلاة فحكمه قتل بحد السيف أو بسنان لدلائل نصت على كفرانه من صالح الآثار والقرآن فيما رواه الترمذي مصححا وكذلك في مسند الشيبان وأصح منه ما رواه مسلم نصا صحيحا قاطع البرهان ثقلتهم الآباء إن حياتهم عار على الإسلام والإيمان ركبوا مع ترك الصلاة فواحشا وخلاعة وملوعة النسوان حلقوا اللحى وتخنفسوا وتخنسوا وتمايلوا كتمايل النشوان خابوا وخاب فعالهم من معشر ضاروا شباب الغرب والرومان أسفي على هذا الشباب وحسرتي فسدوا بغش مدرس خوان وحضارة زيفاء قد شبتها كسراب قيعان لدى الظمآن أبطل لعصر حضارة فيها غدوا كالجاهلية أول الأزمان عزف وموسيقى وصوت ملحن ومغنيات العصر دانيدان طرب وله ليلهم ونهارهم فمتى تكون إفاقة الولهان
خمر العقول أضر من خمر الجسوم كذا يقول العالم الرباني حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فبيوتهم ملئت بأجهزة الغنى وفنون موسيقى مع العيدان وأشدها خطرا على أخلاقنا لا سيما الصبيان والنسوان تمثالهم تلف العيون لضره عكفوا عليه كعابد الأوثان أو قل كمثل الناشئين بلهوهم صدوا به عن طاعة الرحمن قد قلدوا أهل الضلال بكفرهم شبرا بشبر دون ما نقصان فتشبهوا بفعالهم ولباسهم وجميع ما يأتون من نكران أما النساء كشفن جلباب الحياء وغرقن في التقليد والعصيان غيرن لبس المؤمنات بلا حياء أف لفعل باء بالخسران والكعب عال تحت بنطال لها فبدت مفاتنها مع الفستان وكذا الشباب التائهون تشبهوا بنسائهم أف لذي الشبان البعض منهم يرتدي باركة والبعض كعبا طوله شبران فإذا رأيت القوم في طرقاتهم لا تعرف الأنثى من الذكران اللبس نوع واحد وشعورهم وكذا الوجوه تشابه الجنسان انظر إلى أسواقهم مملوءة بملابس الإفرنج والكفران ومعارض عرضوا بها الشعر الذي من أجله لعبوا على النسوان باروكة صنعت لغزو نسائنا من عابد الصلبان والنيران ونظيرها صبغ المناخير التي من خبها اشتقت من النكران وكذلك الصنفان قد ظهر كما ورد الحديث بهذه الأزمان طبقا لما في مسلم حررته ونظمته معنا بلا نقصان صنفان هم في النار لم ينظروا ما في وقته المعصوم من عدنان لكن والله رأينا وصفهم في عصرنا هذا بكل مكان صنف بأيديهم سياق أشبهت أذناب جاموس من السيران آذوا كثير المسلمين بضربها بغيا وظلما عبر كل زمان لكن تمادى شرهم في عصرنا وازداد فعل الظلم والعدوان هذا وصنف من نساء زماننا لا شكهن من الفريق الثاني إذا رأيت رؤوسهم حسبتها أسنام بخت شهدت بعيان يمشقن مسح الباغيات بلا حياة وكشفن ذاك الشعر للأقدان الكاسيات العاريات حقيقة المائلات بأفعل الشيطان قسما لقد ورد الحديث محرما لدخولهن جنان ذي الغفران أما الكثير من الرجال فإنهم حلق اللحى جهرا بلا نكران أمهم لصالونات حلق لحائهم فيها تهان كرامة الأذقان قد دنسوا شرف الرجال بحلقها ومحوا الرجولة من بني الإنسان فإذا انتهى شرف اللحى وجمالها ضاع الرجال معاشر النسوان والأخذ من شعر العوارض واللحى خلاف هدي نبينا العدنان فلقد روى الشيخان فيما قلته نص الحديث عليه متفقان أرخوا اللحى وعفوا ولفظا وفروا أيضا كذا الإكرام للأذقان والأمر هذا للوجود صراحة لا يمتري فيه ذو العنفان وكذلكم قص الشوارب واجب بنصوص شرع نبينا العدنان ورد الحديث بقصه أو نهكه فامسك بهذا النص والبرهان هذا ومن تمثيلهم بشعورهم فعل التواليسات للصبيان ربون واصيهم مع حلق
القفا شبه اليهود وعابد الصلبان. والنص يأمرنا بحلق جميعه أو تركه من غير ما نقصان. هذا ومن شر الأمور قصورة لإعادة الأصنام والأوثان. ما كان من صنع التصاوير التي عمت بها البلواء في الأوطان، فأصيب ذل الناس من بلوائها حتى رجال العلم والإيمان. بل إننا نخشى تجاوز شرها لبناتنا وكرائم النسوان. بل أصبحوا يتألهون بحبها كأراذل النسوان والصبيان. ونسوا حديث نبيهم في طمسها أو كسرها من جملة الأوثان. إذ أنهم ضاهوا بفعلهم الذي متفرد بالخلق والإسقان. هذا وشرك الأولين أساسه غلوهم في صالح الإنسان. لما غلوا صنعوا تصاويرا لهم ذكرا وخوفا من عمى النسيان. لكنهم لما تقادم عهدهم سجدوا لها وغدت من الأوثان. هذا الذي نخشى على إيماننا من محبطات الشرك والكفران. إذ أن كل وسيلة تفضي إلى المنهي حكمه ما إذا سيان. فتوق من تطويل كل مطور حفظا على التوحيد والإيمان. لكن هذا النمي مختص بما كانت له روح فثق ببيان. أيضا وفي التصوير محذور أتى نص الحديث عليه متفقان. أن الملائكة الكرام لفضلهم لا يقربون أماكن الصلبان. لكنهم رب الكلاب برجها في دورهم من جملة الصبيان. وتجاهلوا نص الحديث بقتلها أو نفيها من سائر السكان. وكذا ورود النص في من يقتني كلبا بنقص الأجر والإيمان. إلا لصيد أو لزرع يقتنى أو حرث ماشية مع الرعيان. لكنهم مسخوا العقول عن الهدى والفطرة الأولى لدى الإنسان. فاستحسنوا الأمر القبيح وفعله واستقبحوا حسنا بلا برهان. فلذلكم أكلوا الخبائث جيفة كالنتن من حم ومن دخان. فلقد رأيت القوم في قهواتهم سمرا على نرجلة الشيطان. وسجائر قد أوقدوا نيرانها مثل الدخان يفور من شكمان. واستأكلوا القاة المضر وشمة منها تعاف توائم الحيوان. وكذا سعوط منتن في ذوقه مثل الرجيع وغائط الإنسان. والبعض منه مسكر ومفتر كالسم يسري من فم الثعبان. فاستهلكوا أموالهم سرفا بلا نفع ولا جدوى على الأبدان. يتخوضون بغير حق الله في مال العظيم الواحد الديان. فالنار أولى بالذين تخوضوا في صرفها في طاعة الشيطان. انظر إلى النص الذي حررته يعطيك برهانا عظيم الشان. يقضي بتحريم الخبائث كلها فامسك بهذا النص والبرهان. ينجيك من زيف الكلام وأمله وخصام حزب الجمل والشيطان. هذا الدليل نظمته ونقلته من سورة الأعراف خير بيان. لكن إرشاد الذين قلوبهم صمت عن الإسلام والإيمان كالناق في سرح السوائم إنهم لا يعقلون زواجر القرآن. أو قل كذبان الورى وتراشه فمتى يفيد الوعظ في ذبان. لا يدركون الفرق بين مضرة كلا ولا نفع على الأبدان. إسلامهم بالقول صوري بلا علم وفهم شرائع الإيمان. قد أهملوا وضيعوا فما بقي إلا اسمه والرسم للقرآن.
عمروا المساجد أحكموا بنيانها لكنها تشكو من المجران وكذا المنائر طولوا بنيانها فوق القصور وعالي البنيان وكذا محاريب المساجد زخرفوا جدرانها بزخارف الألوان ولقد روينا الحكم في السنن التي صحت بلا شك ولا نكران أثرا يصدق كل ما سجلته من زخرفات مساجد ومباني وكذا تباهي الناس في عمرانها قبل القيامة آخر الأزمان لكنها من نور هدي نبينا صارت خرابا دون ما عمران هذا نذير للقيامة قد أتى بنهاية الدنيا بلا حسبان لا تحسبن الأمر هذا هين فلربما يوم القيامة دان فإذا العباد تلاعبوا في دينهم وتظاهروا بقبائح العصيان تأتي القيامة عند ذلك بغتة بهلاك جمع الخلق والأكوان قسما لقد ركبوا المعاصي جمرة واستنكفوا عن طاعة الرحمن وإذا نصحت القوم أو عاتبتهم قالوا لك الرحمن ذو غفران ونسوا بأن الله جل جلاله ملك عظيم البطش والسلطان يملي لبعض الظالمين بظلمهم حتى ليأخذهم بلا حسبان يا رب عفوا لا تؤاخذنا بما قد خاف الجهال من عصيان كم يعصرون الخمر في حاناتهم وشرابه قد صار بالإدمان بل يسخرون بشربه وبسكره جهرا بلا خوف من الديان ولذا فقد قلبوا اسمه بتحايل حتى لا يشرب دون ما نكران قسما لقد نص الحديث بأنه قد يستحل بآخر الأزمان هذا كما يروي البخاري الذي جمع الصحيح بأحسن الديوان يكون قوم يستحلون الحرى والخمر ثم معازف الشيطان قسما لقد جاء الحديث مطابقا للواقع الحالي بجمد عيان فقد استحلوا لبس كل محرم ذهب وقز صار للشبان خابوا لقد خسروا لقبح فعالهم وخروجهم عن طاعة الرحمن هذا ومن شر المعاملة التي فيها خراب الدين والبلدان صارت معاملة الربا في بيعهم وبنوكهم جهرا بلا نكران وتبايعوا أيضا ببيع العينة بيعا يخالف شرعة الرحمن تفسير ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان وكذلكم فعل الخيانة قد سرى في المتر والمكيال والميزان وكذلك الأيمان عند بيوعهم تغذي الديار بلاقع الحيطان أسبابه ضعف الأمانة عندهم وخلوهم من صادق الإيمان بل جاءنا نص الحديث بفقدها أو رفعها في آخر الأزمان فلرفعها صار الأمين مخونا والغاش والخوان مؤتمنان وكذا الرشاوى عمت البلوى بها في سائر الأقطار والبلدان ضاعت حقوق الناس من إفشائها وازداد قول الزور والبهتان بل أفسدت سيما الرجال ودينهم لما تعاطاها الخبيث الدان لما أرادوا فعلها قلبوا اسمها بهدية حيل من الشيطان حيل لأموال العباد وأخيها ظلما وقالوا الرب ذو غفران مثل ابن باعور الذي فيما مضى ضربت له الأمثال في القرآن إذ مال للدنيا وجمع حصانها تلق من الآيات والإيمان فإذا به كالكلب يلهث دائما في حمله أو تركه سيان هذا لشدة حرصه متلنفا حتى ينال معايش الحيوان
هذه صفات العالم السوء الذي يشتد حرصا للحطام الفاني. هذا وكم من عالم في عصرنا في شبيب العام الدني الشاني، تعلموا حتى حظوا بجهادة طلبا لرفع الجاه والسلطان، وجفوا عن العلم الذي بضيائه يدنيهم من خشية الرحمن. عكفوا على الدنيا وجمع حطامها دون العبادة للعظيم الشان، ولذا فقد شدوا الركاب لجمعها حتى ينالوها بلا حسبان. أم من حلال أو حرام كسبها فكلاهما من حرصهم سيان، حديثهم في شأن جمع حطامها شغلوا به عن طاعة الرحمن. لكن هناك طوائف لم تزل بالحق ظاهرة بلا خذلان، تدعو إلى الدين الحنيف وعلمه من صادق الإخلاص والإيمان. لا يعتريهم جبهة في دينهم لضياء نور العلم والإتقان. يا ربي اجعلنا من الحزب الذي يحمي جناب الدين والإيمان، وأدم لنا التوفيق وانصرنا على حزب الضلال وشيعة الشيطان. هذه هي منظومتي أكملتها هبة وتوفيقا من الرحمن، درر من الشعر الحكيم نظمتها كجواهر الياقوت والمرجان. إن كنت قد وفقت في تأليفها فالفضل والإنعام للمنان، أو كنت قد أخطأت فهي عثرة مني وتوهيم لضعف جلالي. أرجو من الرب الرحيم إطالتي والعفو عن زللي وعن نسياني. قولوا دواما كلما تتلونها الله يعفو عنك يا زهراني. إني قصدت النصح دون شماتة أو عيب شخص زل في عصياني. لو شاء رب العرش جل جلاله لادى جميع الناس للإيمان، لكن حكمته اقتضت في خلقه أن يملأ الجنات والنيران. ولذا يقول العالم النحرير في منظومه الموزون بالاتقان، وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الحق ناظرتان، وانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فالله أسأله الثبات على الهدى والحفظ للإسلام والإيمان، والستر يصغيه علينا دائما والعفو يوم شهادة الأركان، حتى نفوز بجنة المأوى مع خير البرية صاحب القرآن. في جنة طابت وطاب نعيمها هي جنة الفردوس خير جنان، بجوار رب العالمين وحزبه أعلى جنان الخلد والرضوان. يا رب حقق ما سألت بفضلك، أنت الذي تعطي بلا حسبان، أنت الذي صورتني ورزقتني وهديتني لمعالم الإيمان. لولاك ما كنا لدينك نهتدي، لكن بفضلك يا عظيم الشان. فلك المحامد والمدائح كلها أبدا بلا عد ولا حسبان، فلقد مننت علي في منظومتي حتى تكامل نظمها بوزان. والله لو ما كان منك معونة ما كان في وسعي ولا حسبان، لكن بواسع فضلكم وفقتني فنظمتها كقلائد المرجان. فالحمد لله على إكمالها حمدا بكل جوارح وجنان، وختامها صلوات ربي دائما وسلامه دوما على العدنان، والآل والصحب الكرام جميعهم والتابعين لهم مدى الأزمان.